ايه بقى؟ يعني انت جوازك كان حكايه، وبعد الجواز الاكل كان حكايه، وبعد الكورونا والشقة كان حكايه. ما تحكي لنا ايه الحكايه بقى؟ اول 2020 كنت بجهز الشقه كويس، فاتصدمت انا اول مره اتعامل مع صنايعيه. اي وان انت بتبقى بتطلب حاجه وهم لا، انت كصاحب يعني بلاش عشان بعضهم. بس انا اكتشفت بعد كده بعد ما نزلت الفيديو ان لا، مش انا لوحدي، ده ريحني نفسيا، مش انا لوحدي اللي حصل فيا كده. انت ليكي فيديوهات كتير وهنذاعها، بس خلينا لو بتعملي عن احداث، اعملي لنا فيديو عن الاحداث في 2020 تختاري ايه؟ هو انا عملت فيديو ل 2020 المفروض انه هيتعرض، يعني مثلا في موضوع الكورونا اكتر حاجه لفتت انتباهي في الولايات المتحده والدنمارك عاملين حاجه اسمها كورونا بارتي، سمعتوا عنها؟ بيعملوا ايه بقى؟ بيتجمعوا كلهم في اللي هو انتوا عاملين عزل اجتماعي، لا احنا هنتجمع وهنحضن بعض ونبوس بعض وكل حاجه عادي، واول واحد هيجي له كورونا فينا هنحتفل بيه، بيحتفلوا بيه. الموضوع كان بدا، والله انا اندهشت، الموضوع كان بدا بايه؟ بمجموعه ناس مش مقتنعين بالكورونا، اللي هو لا مفيش حاجه اسمها كورونا، احنا هنتجمع ومفيش حاجه هتحصل. بعد كده بقوا الناس اللي هم مقتنعين بكورونا بس مع فكره ال اسمها ايه، المناعه، مناعه القطيع دي. اللي هو احنا هنتجمع نتعدي كلنا ونخلص، وان اللي ياخد مناعه ياخد واللي يموت يموت والبقاء للاقوى، على راي اسمي صبري. فهم يعني ماشيين فدي حاجه يعني غريبه جدا في 2020. من ضمن الحاجات برضو الثانيه اللي استغربت عليها جدا في 2020 فكره الجواز. يعني الواحد لما كان مثلا يسمع ان في اتنين ستات اتجوزوا ولا اتنين، يقول استغفر الله، استغفر الله، ايه الحرمانيه الفظيعه دي، وكنا نندهش من دلوقتي السنه دي حصل فيها في ست اتجوزت سجاده، شفتوا الموضوع ده؟ في راجل اتجوز حماره، وفي طبعا اللي هو بتاع كمال الاجسام اللي اتجوز العروسه وطلقوا للاسف، وطلقوا لا وكان خاطبها قبلها بثمان شهور عشان اكتشف انها بتخونه مع دميه ثانيه. والله انا افتكرت البطاريات خلصت. لا ده بقى الاخبار الكاذبه. والله انا افتكرت دخل عليها بالليل لقاها واخده حصان ونايمه في كرتونه الالعاب كده. لا ده ظلم، البطاريه فضيت. بس هو لو ابن اصول كان اشترى لها بطاريه. كان لا بس هو يعني كل شيء اسمه وصي بالحاجات دي على حد تاني. مش عرفت.